بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. لطالما احترت في تفسير معنى كلمه الحريه حتى ادركت انها في الشعور بالامان. ابراهيم، اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بك اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابه، والبدايه عن الحريه والمسؤوليه. بص يا استاذ ابراهيم، مع كل حدث من الاحداث كان في فصيل بيصدر لنا ان الحريه هي حريه التعبير. الحريه هي ان تفعل ما تريد، فيطلع لهم ناس ثانيه تقول لهم بس في حدود. حريتك تقف عند حقوق الاخرين. بالظبط. التفسيرات اختلفت كثيرا حتى جاءت الكورونا. الكورونا؟ ايوه، فادركت انها الشعور بالامان. من منا اليوم يدعي انه حر؟ ما حدش ولا احد، لانك لا تشعر بالامان اذا تصرفت بشكل منفرد. حتى وقت الثوره والمظاهرات كانت الطرق عباره عن وحش مخيف تمشي فيه لوحدك. اذا الشعور بالامان هو الذي يشعرك بالحريه. الامن بقى ايه؟ امنك الغذائي، امنك السياسي، أمنك الأمني، أمنك الأسري، أمنك العاطفي. الشعور بالأمن هو الذي يحررك، هو الذي يشعرك حر، مش الزعيق والحنجرية والتظاهر. لا لا، الحرية وليست في الديمقراطية يا أستاذ إبراهيم، لأن دعاة الديمقراطية في العالم هم سبب نكبة هذا العالم. إذن الديمقراطية دي أكذوبة بيستولوا بها على العالم. الحرية أن تشعر بالأمان، ولن تشعر بالإيمان إلا بالإيمان.